صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الترتيب للمخلوقات الآتية: العرش والماء والكرسي والسماء السابعة؟ السماوات ثم الكرسي ثم البحر ثم العرش. نعم. صلى الله عليكم. هذا في حديث العباس بن عبد المطلب في آخر كتاب التوحيد، راجعوا في آخر كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب حديث الأوعال، وهو حديث العباس بن عبد المطلب. نعم.